كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اتصل بالرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون، وهناه بمناسبه تولي المنصب وتمنى ليه كل التوفيق والنجاح في مهامه، واكد انه بيتطلع للعمل معاه خلال الفتره اللي جايه علشان يتم مواصله الارتقاء بالعلاقات المصريه الفرنسيه. والرئيس وجه الدعوه لماكرون لزياره مصر، وده اللي رحب بيه الرئيس الفرنسي الجديد ووعد بتلبيه الدعوه في وقت قريب. الرئيس الفرنسي كمان عبر عن تقديره لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أنه حريص أنه يلتقي به قريب ويتعاون معاه ويحصل تنسيق وتشاور مع مصر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية والدولية والتعاون اللي يحصل ما بين مصر وفرنسا فيما يتعلق. وتم الإشارة طبعا للتحقيقات الخاصة بحادث سقوط طيارة مصر للطيران اللي كانت جاية من باريس السنة اللي فاتت، والاتصال كمان تطرق لبحث التطورات على صعيد بعض القضايا الإقليمية ومنها الجهود اللي بتتم للتقريب ما بين الأشقاء في ليبيا وحل الأزمة الليبية بشكل عام.